دلوقتي خلونا نروح لدينا شرف ونعرف منها آخر أخبار الطقس. دينا، فعلا يا احمد دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري ومعتدل الحراره على السواحل الشماليه الغربيه والشرقيه ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحراره على جنوب سيناء. هيكون في نشاط للرياح على كافه الانحاء. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره والعظمى 28 الصغرى 18، اسكندريه 24-17، مطروح 25-16، سيوة 29-17، بورسعيد 24-18، دمياط 24-18، الإسماعيلية 29-17، السويس 28-18، العريش 25-16، طابة 32-19، كاترين 28-14، شرم الشيخ 33-25، الغردقة 32-23، الفيوم 29-19، بني سويف 30-19، المنيا 30-19، أسيوط 31-18، سوهاج 36-22، قنا 38-23، الأقصر 40-24، أسوان 41-25، الوادي الجديد 39-23، شلاتين 36-23، وأخيرا حلايب 32-21. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الجو النهارده. هرجع مرة تانية لأحمد وهدير عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دين. شكرا.